العباقرة مدارس الموسم 14 ومباراة جميلة في دور ال 32 وفريق الأرمن متألقين 195 نقطة وفريق جلوري النهاردة مش مركزين معاهم 60 نقطة. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. لوساندا سامح، أول سؤال اتفضلي يا لوساندا. لوساندا سامح، وهنشوف السؤال الأول للأرمن. فنون، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ إيه رأيكم؟ 20. فنون، والسؤال هو من هو الفنان الذي قام بدور هشام في مسلسل البحث عن علا؟ بطولة هند صبري، سوسن بدر، ندى موسى، وإخراج هادي الباجوري. أيوة صح يا كريم، أيوة أنا عارفة بيغني فعلا. أنا عارفة هرجع لك تاني. مين؟ هاخد إجابة حالا. منتصر طارق إباري. طارق الإبياري، إجابة خاطئة. اسمه هاني. عادل. هاني ايه؟ هاني العدل. هاني عادل. ايوه عادل صح، الحمد لله. بيغني فرقه ايه؟ ثانيه هقول. استني ايه كانت اسمها ايه؟ بيغني في فرقه وسط البلد. اه ايه دي شويه يا كريم. السؤال الثاني، عمر اتفضل يا عمر. عمر احمد. والسؤال الثاني وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا عمر. قدرات ذهنية، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 333 زائد 220 زائد 111 زائد 999 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. نورين. 1773. إجابة خاطئة. مش 70. عايز إجابة حالا. سارة. 1663. إجابة صحيحة. النتيجة اتغيرت 215 راهبات الأرمن 60 جلوري الخاصة. ماريا اتفضلي. ماريا ياسر، والسؤال الثالث وهنشوف موضوع السؤال ايه. سويتش يا ماريا. في الحالة دي جلوري هتختاروا موضوع السؤال. تحبوا يتسألوا في ايه؟ هم يختاروا بقى. هم يختاروا على رأيك يا منتصر. معلومات عامة. هي مش هتفرق في حاجة. معلومات عامة. نور الهدى عايزة معلومات عامة، حقهم يختاروا. سؤال في المعلومات العامة بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. ليه؟ طب ما ناخد بـ30. آخر سؤال. ناخد بـ30. عايزين سؤال سهل ولا صعب؟ سهل. حاضر، هجيب لكم سؤال صعب جدا. معلومات عامة، والسؤال هو وضع الدكتور الغزالي كسيبة التصميم الخاص بأحد متاحف القاهرة، فما هو؟ اتعملت مسابقة سنة 1983 من خلال السلطات المصرية واليونسكو، وتم اختيار التصميم الفائز 1985. سارة أخذ منك إجابة. المتحف المصري؟ هو عايز التصميم. المتحف المصري طبعا. إجابة إيه؟ متهجة. بالظبط كده، إجابة كوميدية. المتحف المصري سنة 1985. في إجابة؟ قومي الحضارة. يا منتصر 30 نقطة، الحمد لله على السلامة. إجابة صحيحة. الحقيقة الإجابة كانت لسه تطلع من عندكم. ليه؟
هو موجود فين؟ المتحف القومي للحضارة موجود فين؟ في مصر؟ في الفسطاط. يعني المتحف ده في القاهرة وانتوا من القاهرة وجلوري من المحلة وهم اللي عرفوا. برافو عليك يا منتصر. النتيجة 90 جلوري المحلة الغربية، 215 راهبات الأرمن مصر جديدة القاهرة. فريق جلوري، انتوا فريق بيشارك لأول مرة، مش وحش، ولكن طبعاً كان مفروض يبقى أدائكوا أحسن من كده بكتير. محتاجين تستعدوا وترجعوا تاني. الميزة إن انتوا لسه كلكم صغيرين، يعني أولى ثانوي تانية ثانوي، يعني عندكم فرصة إن انتوا تستعدوا وتشاركوا السنة الجديدة إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جلوري المحلة الغربية. محمد محمود، تفضل يا محمد. آخر سؤال في الحلقة وهنشوف موضوع السؤال إيه. سويتش، إيه رأيكو؟ تحبوا يتسألوا في إيه؟ إيه اللي انتوا عايزينه؟ إيه خلاص، قدرات. تمام، سؤال في القدرات الذهنية. سؤال ب 30 نقطة، دوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 495 على 5 زائد 12 في 6 يساوي كام؟ 495 على 5 زائد 12 في 6 171. 171. نورين 30 نقطة. إجابة صحيحة. جلوري حسنتوا النتيجة، 120 جلوري المحلة الغربية، 215 راهبات الأرمن مصر الجديدة القاهرة. متهيألي انتوا في الآخر لما حسيتوا المباراة طارت هديتوا وابتديتوا تفكروا كويس وبهدوء وتجاوبوا صح. شدوا حيلكوا، الموسم الجديد عايز مستوى أحسن من كده. الأرمن تألقتوا النهاردة، برافو عليكم. أفضل لاعب في الماتش النهاردة فيرينا صلاح ب 60 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 335 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 670 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,700,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. خلي بالكم اللي جاي أصعب بكتير. لو حافظتوا على مستواكم ورجعتوا اشتغلتوا من النهاردة، رأيي الشخصي ممكن توصلوا لمراكز متقدمة في الموسم ده. أتمنى لكم كل التوفيق، ولكن أنا فعلا فخور بيكم. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية